الغيرة وش سببها الحب يعني ما الغيرة إذا زادت عن حدها تصير مو حلوة يعني تصير ملل أكو بالعلاقة، والغيرة إذا من ناحية الشك هم تصير مو حلوة العلاقة تفشل، بس إذا من ناحية الحب الغيرة حلوة. طبعا المرأة أكثر غيرة من الرجل، وغيرة المرأة على قول أمير المؤمنين عليه السلام المرأة غيرتها كفر وغيرة الرجل إيمان، لأن المرأة عندما تصل إلى مرحلة الغيرة تكون في مرحلة المتوحشة، مرحلة خارجة عن الأسس والقوانين. المرأة تغار ليش؟ الكون تحب رجلها، أي لو حتى لو يلزم بيده موبايل حم تغار، بس هم ما يطون الحكاية العدلة، بس احنا بايعينها بيضة وياهم، بس هم هم عندهم شك من نوع الشك، بس الأذى الشيء المرأة تغار. غيرة المرأة جنون وغيرة الرجل شرف. زين دائما المرأة يعني ما نشوف مثل في الشغلة هسه لا سامح الله إذا دق تليفون تجي رأسا تباوع له صديق هذا دق عليه خلا أسمعه. زين الدق عليه ها طلع عليه بويا ولد هذا تقول لا هذا ابني وهاي المرأة. فإحنا لا نختلف يعني إحنا من غيرتنا إحنا شرف، بس غيرتش أنت شوية جنون. الغيرة إيمان على زوجته يعني هاي من حقه أنه يغار عليها من احترامه إلها وحبها وحبه إلها يغار عليها، بينما المرأة لا بالعكس أمرار غيرتها تكون بعكس الإيمان أنه كفر يعني، وخاصة إذا تحس أنه هو زوجها إنسان مثقف ودارك. والله شوفها زينة يعني مو هالقد يعني غيورين الشباب هذا الوقت يعني يطلعون ويمشون هاي عادي يطلع وهو يمشي وياها عادي يعني مو مثل قبل الغيرة أزيد من هسه، تطور المجتمع تطور أشوف أنا.